أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأقلام. نرصد في حلقة اليوم أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئات المخدرات في العراق تنتشر بين فئات عمرية خطرة وصغيرة. المدى: أزمة الكهرباء تهدد بإشعال شرارة التظاهرات في المحافظات الجنوبية. كتابات: عبد المهدي يقدم مرشحين من المؤسسة العسكرية والأمنية للدفاع والداخلية. الشروق الجزائرية: سويسرا تعرض مساعدة الجزائر لاستعادة الأموال المنهوبة. العرب الجديد: الجزائر، الحراك يرفع سقف المطالب ويوسع قائمة المستهدفين. أما في الشرق الأوسط، بريطانيا تحمل إيران مسؤولية هجوم الناقلتين، وأمريكا تبني إجماعا دوليا. وفي العرب اللندنية، عيون استخباراتية لمراقبة نشر صواريخ في مدن عراقية. عندما نشاهد ونسمع عن أن معركة بالأسلحة الثقيلة تحدث بين عشيرتين في بغداد للسيطرة على متنزه حكومي، وعندما تقوم عشيرة بتعليق لافتة مكتوب عليها مطلوب عشائريا على موقع إحدى شركات النفط تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، علينا جميعا أن نعرف أنه لا دولة في العراق، وفق مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. عندما تقرر عشيرة أن تحتل مدينة الطب لتقيم فيها مهرجانا عشائريا من أجل تقديم العراضة لشيخ العشيرة الراقد في المستشفى، وبمشاركة وترحيب من مدير عام دائرة مدينة الطب، وعندما يلجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب لقانون القوامة العشائرية، عليك عزيز المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات وأجهزة أمنية، وإنما في ظل قبائل وجهات عشائرية تجد أن علمها وقانونها أهم وأبقى من علم وقانون الدولة. عندما بدأنا نقرأ في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشاهد في الفضائيات عناوين مطلوب عشائريا وقوامة عشائرية، فإننا أيقنا جيدا أن الخراب قد حل، وعندما أصر البرلمان على إصدار قانون العشائر بدلا من قوانين لتطوير التعليم والضمان الصحي. دعونا لا نبحث عن مبررات لما يجري من خراب وفشل وفقر وبطالة وسرقة للثروات. ماذا يعني لساكني المنطقة الخضراء أن أكثر من نصف الشعب يعانون العوز وغياب الخدمات؟ لا شيء مهما ما دام هناك في البرلمان من يعتقد أن العالم يتآمر على التجربة العراقية العظيمة. ماذا تعني الديمقراطية في بلد يلجأ كل نائب فيه إلى أهله وعشيرته وأقربائه، لكنه في الفضائيات يزدح بأفخم العبارات عن الدولة في كل يوم المدنية والمواطنة؟ يسيء سياستنا إلى الديمقراطية عندما يعتقدون أنها تعني بناء دولة القبائل والأحزاب المتصارعة، عندما تقسم والطوائف المتقاتلة والبلدان إلى قبائل وطوائف، فإنك بالتأكيد تصر على أن هذه البلاد ليست دولة مؤسسات ولا وطن، لكن ماذا عن الذين يريدون أن يفرضوا قناعاتهم الطائفية على شعب بأكمله؟ الجواب ربما نجده عند مدير مدينة الطب الذيكان مرحبا بإجراء أول عملية عراضة ناجحة في مستشفى. هناك قاعدة قانونية تقول إن الاعتراف سيد الأدلة، وعليه من يعترف بأي جرم يحاسب عليه حسب القانون، سواء أكان الاعتراف أمام القضاء أو الإعلام، فهذا الجرم المرتكب أو المعترف به ينبغي أن يجد من يفعل آليات محاسبة المتهمين وتحقيق العدالة عن الاعترافات التي يطلقها ساسة العراق. جاسم الشمري كتب في موقع عربي 21. نتابع منذ عدة سنوات اعترافات جريئة وعلنية عبر الإعلام المرئي،
لنواب ومسؤولين عراقيين سابقين وحاليين عن جرائم خطيرة وفساد مالي وإداري، ورغم ذلك ما زال هؤلاء يمارسون مهامهم البرلمانية أو هم طلقاء في فضاء الحرية ويتمتعون بحمايات كبيرة ويكلفون ميزانية الدولة ملايين الدولارات سنوياً. بعض هؤلاء النواب والمسؤولين اعترفوا بتلك الجرائم سواء الذاتية أو المتعلقة بالآخرين، وهذا يعني أنهم إما مجرمون باعترافاتهم أو يمكن أن يكون أداة لمساعدة القضاء لتحقيق العدالة بالدلالة أو الشهادة، وإن امتنعوا يمكن محاسبتهم بجريمة التستر على المجرمين وخيانة الأمانة لأنها اتهامات مباشرة واعترافات علنية بارتكاب جرم أو العلم بوقوع جرم ما، وفي كل الأحوال هي جرائم يعاقب عليها القانون حتى ولو كان المعترف من النواب، لأن الحصانة النيابية لا يمكن أن تكون سدا واقيا للنائب لارتكاب ما يحلو له تحت مظلة أو راية الحصانة، وإلا سندخل في الفوضى غير المتناهية. والمادة 63 ثانيا من الدستور تجيز رفع الحصانة عن النائب في مثل هذه الحالات. وفي بداية الشهر الماضي ذكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الفساد تجاوز 300 مليار دولار، وهذا التصريح يؤكد أن الحكومة عرفت من سرق الأموال وأين ذهبت، وفي المقابل كيف يمكن تصور الاعتراف الرسمي بضياع 300 مليار دولار ولم نسمع باعتقال أي متهم، ولماذا تستمر الحكومة بالتستر عليهم؟ أم أن السراق من علية القوم؟ هذا التأكيد الحكومي على ضياع مئات مليارات الدولارات، وفي ذات الوقت غياب العلاج الجذري باقتلاع السراق والفاسدين لا يمكن تفهمه. عن ملفات الفساد في العراق كتب عون القلمشي في موقع كتابات: لو حدث مثل هذا الفساد أو أقل منه بكثير في أي بلد مهما بلغت حكومته من صلافة واستهتار لحزمت حقائبها وولت الأدبار. أما خوفا من العقاب ومصادرة الأموال المسروقة أو هربا من عقاب الناس، حيث كان أو كل ملف من هذه الملفات يشير إلى وزارة معينة في الحكومة، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، حيث لجأت الكتل والأحزاب الطائفية المتهمة الأولى بالفساد والتي هي عماد الحكومة والبرلمان إلى استخدام الهجوم كخير وسيلة للدفاع. أما الطامة الكبرى فإن هذا الفساد المستشري لم يكن وليد الصدف السيئة، وليس بسبب عدم كفاءة أو نقص في الذمة أو خلل في الضمير كي يأمل الناس في استبدالهم أو إقصائهم أو محاكمتهم، كما لم يكن سببه الجشع والطمع كي تجري المراهنة على اكتفاه هؤلاء بما جنوه من أموال طائلة، وإنما كان نتيجة لمخطط مدروس بعناية فائقة من قبل المحتل كحلقة هامة من مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا، وأن هؤلاء الأشرار قد جرى انتقاؤهم بدقة أيضا لتنفيذ هذا المخطط الغادر ومنع أي محاولة شعبية لإسقاطه، وهذا ما يفسر لجوء هؤلاء إلى اتباع كل الوسائل لإشغال العراقيين من خلال افتعال حروب طائفية وأهلية أو تقسيم فئات المجتمع بين مسلم ومسيحي وصابئي أو شيعي وسني، أو تقسيم المجتمع إلى مكونات مثل كرد وشيعة وسنة، على العكس تماماً حين كان الناس يتباهون بالوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية العراقية والانتماء للوطن والإخوة والعيش المشترك إلى آخره. ليس هذا فحسب، وإنما لجأ هؤلاء إلى انتهاج سياسة تجهيل المجتمع وحرمانه من المعرفة والتعليم، الأمر الذي لا يؤهله للمطالبة بحقوقه المشروعة أو من مراقبة السلطة ومحاسبتها. هذا ليس استنتاجا أو تحليلا سياسيا أو رجما بالغيب، وإنما يستند إلى السجلات السوداء للحكومات السابقة دون استثناء. وبحسبة بسيطة أو حسبة عرب كما يقال، فقد أثبتت هذه الحكومات المتعاقبة عدم جدواها وعدم قدرتها على محاسبة أي فاسد أو إقالة أي سارق. نعم، ستنام هذه الملفات فوق الرفوف العالية كما نامت من قبلها ملفات الفساد الأخرى،
وقد أثبت عادل عبد المهدي نفسه هذه الحقيقة، فبدل أن يفي بوعوده التي قطعها على نفسه بعد تسلمه رئاسة الحكومة بمحاربة الفساد وتقديم المفسدين إلى المحاكم العادلة واسترجاع الأموال المسروقة والقيام بإجراء إصلاحات جدية في العراق، خرج علينا بملفات جديدة أشد فساداً وأكثر انتشاراً، وهذا أمر طبيعي. ففي العراق كما أثبتت الوقائع العنيدة لا تسير الأمور وفق قانون الجريمة والعقاب، وإنما تسير وفق عنوان اسم الجريمة والثواب. تشهد الساحة اللبنانية تصاعداً للخطاب العنصري بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، أفضى إلى ممارسات عنصرية فجة أخيراً تمثل بعضها بمنع تجوال السوريين في بعض المدن والقرى ليلاً، وفي منعهم من عبور بعض الطرق ليل نهار، وفي إجبارهم على ترك بيوتهم المستأجرة بشكل قانوني في أحد أحياء بيروت دون أي إنذار مسبق وفوراً، بناء على تبليغ عن تفاقم شفوي لا غير العنصرية في لبنان ضد السوريين، كتب أحمد عثمان في صحيفة العرب الجديد. العنصرية يدفع إليها الناس دفعاً، وإذاً وراء كل ظاهرة عنصرية جهة مستفيدة، ولا ينحصر شكل الاستفادة من التمييز العنصري على الاستفادة المادية المباشرة، وإنما قد يتعداها إلى أشكال متعددة وصولاً إلى السياسة، منها في بناء الحكم والسيطرة والنفوذ وفي تمتينها وإدامتها. وفي لبنان حيث يتصاعد اليوم الخطاب العنصري ومن ثم الممارسات العنصرية ضد اللاجئين السوريين وبدرجة أقل ضد اللاجئين الفلسطينيين، ويتوسع بشكل مخيف الخطاب العنصري الذي طالما عانى منه العاملون والعاملات العرب والأجانب في لبنان. لا يمكن الفصل بين هذا الخطاب وطبيعة النظام السياسي الطائفي والزبائني الذي تفرضه القوى السياسية المسيطرة، فالخطاب العنصري هو امتداد وتأصيل للخطاب الطائفي الذي يتحصن به نظام ائتلاف المافيات المسيطرة في لبنان، القائم أساساً على تخويف الناس من الآخر المختلف دينياً ومذهبياً، واعتباره منافساً في اغتنام مناغم السلطة وامتيازاتها ومقومات العيش من عمل وخدمات وموارد. ولا ينسى أن تفاقم الهجمة على اللاجئين يرخي بظلاله على الواقع اللبناني المتدهور، ويغطي على النقمة المتزايدة وتصاعد الاحتجاجات القطاعية والشعبية على سياسات قوى السلطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والتربوية التي تفاقم الضغوط على الطبقات الاجتماعية والقطاعات المختلفة، ومن ثم تستفيد القوى المسيطرة ولو بشكل غير مباشر من هذه الهجمة ومن تفاقمها. وأيضاً عن النازحين السوريين في مصر، كتب محمد عبد الحكم الدياب في صحيفة القدس العربي مقالاً تحت عنوان ما وراء الحملة الشعواء ضد سوريي مصر، مع تمكن ثورة مضادة من الإمساك بمفاتيح القرار السياسي والسلطة في مصر، أصبح لها متنفذون يستمدون نفوذهم من بث الكراهية ونشر الفتن بين أبناء الشعب الواحد ودق الأسافين بينه وبين أشقائه. مجرد اختيار السوريين لمصر هو وفاء لتاريخ مشترك امتزجت فيه دماء الشهداء الزكية على مر التاريخ وعاشوا معا تحت راية واحدة. المحامي الذي تقدم بالبلاغ ضد سوريي مصر من ألد أعداء العدالة، وحين اطلعت على نصه وجدته يطالب بمعاقبة السوريين على نجاحهم في ظروف الحرب وتحقيق ذواتهم وفرض الوجود بين العمالة المصرية وتنافسوا معها، ووجدوا التشجيع والحفاوة والمضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة. والكلمات بين الأقواس من نص البلاغ المقدم كما جاء في موقع روسيا اليوم الإخباري، وما العيب في نجاح السوريين أو نجاح أي عربي؟ ولو كان الناجح أمريكياً أو صهيونياً، هل كان قد تقدم ببلاغه؟ وهل يريد السوريون عالة وكسالة وهم معروف عنهم أن كرامتهم تأبى ذلك؟ وهل احترام النفس وإتقان العمل والجدية تتطلب العقاب؟
وتعد جرائم تقتضي المحاسبة القضائية. الوجود السوري طبيعي ومألوف في مناطق مصرية متفرقة، ولم يعاملهم أحد كغرباء باستثناء الذين في قلوبهم مرض، فسوريون انتقلوا من الإقليم الشمالي وحلوا أهلا وسهلا على الإقليم الجنوبي منتجين وفاعلين وناشطين وأهل. يضيف الكاتب: الهجوم على السوريين في مصر يعيد للأذهان ذكريات مؤلمة عن مواقف أمثالهم وتحاملهم على الفلسطينيين عقب نكبة عام 48 و900 وألف. وبدلا من التخفيف وتضميد الجراح، أشاعوا أنهم باعوا الأراضي وتركوا المنازل والأملاك لليهود، وليس من المروءة بث الكراهية عند المحن ووقت النكبات التي يحتاج الإنسان فيها للمواساة والمساندة والتعاطف. وفي النهاية فإن فاقد المروءة لا يعاتب ولا يلام، وصدق من قال: إن فاقد الشيء لا يعطي. لا تتردد طهران في اللعب على حافة الهاوية واللعب على حبال الارتباك الدولي غير آبها بأمن الطاقة والأمن الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، وفي خلفية كل ذلك رهانها الدائم على إنجاح مشروعها الإمبراطوري على حساب العرب ودولهم، وفق ما قال الكاتب خطار أبو دياب في صحيفة العرب اللندنية. ومن الواضح أن عدم تحديد المسؤولية عن اعتداء الفجيرة وعدم حصول رد على تهديد مصالح حلفاء واشنطن كما جرى الوعد سابقا، وربما شجع صانع القرار في طهران على التمادي وتجاوز الرسائل المعنوية التي أطلقها في مايو الماضي، والذهاب أبعد هذه المرة مع أعمال حربية موصوفة مثل ضرب مطار مدني سعودي بصاروخ فلسطيني بعيد المدى من قبل الذراع الإيرانية في اليمن، ومع استهداف إمدادات النفط والطاقة في ممر حيوي يعبره يومياً حوالي 20 مليون برميل نفط يومياً ويصعب على أي مكان آخر تعويضه. والأدهى أن هذا التصعيد في استهداف شحنات متجهة إلى اليابان جرى بينما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ينقل إلى المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة أمريكية في تمويه أو في تحد مقصود للولايات المتحدة ولكل من قام بالوساطة من أوروبيين وعرب وغيرهم. وكل هذا يعني أن النظام في إيران غير معني بالإشارات الدبلوماسية لأنه يعتبرها تغطية على الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن، ولأن نهج التفاوض مع واشنطن لم يعد يقنع المرشد وحلقته المقربة. إنها ليست الحرب الكلاسيكية أو المبارزة التقليدية، بل المواجهة المتعددة الأشكال، ويتم فيها تسجيل النقاط ورصد عناصر الضعف والقوة لدى الخصم. ويضيف الكاتب: من دون تخلي طهران عن منطق الثورة وقبولها بمنطق الدولة المحترمة لقواعد القانون الدولي حول سلامة الملاحة الجوية وسلامة الملاحة البحرية وعدم نشر ونقل الصواريخ البالستية، لا يكون إزاء ذلك هناك معنى لأي وساطة للتردد الأمريكي في التعامل الحاسم معها على غرار ما جرى خلال 4 عقود من الزمن. تستمر إيران في تماديها وتراهن على عامل الوقت في لي ذراع واشنطن. تعتمد دوائر طهران على معرفتها الجيدة بخفايا الحياة السياسية الأمريكية وتعثر صنع القرار في واشنطن، كما تراهن طهران على دعم خفي صيني ولا مبالاة روسية وميوعة أوروبية. تلجأ الكائنات البحرية في أعماق البحار حيث الضغط العالي ودرجة الحرارة المنخفضة المترافقة مع قلة الضوء أو انعدامه إلى تطوير آليات افتراس وآليات تواصل فريدة من نوعها، كأن تتوهج بضوء بيولوجي ووسائل تكييفية أخرى. وقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن قسم علوم وهندسة المواد في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عن تكيف آخر حققته أسماك التنين الشرسة والتي تعيش في بيئة بحرية قاسية. وقد أوضحت الدراسة أن هذا التكيف يكمن في شفافية أسنان العديد من أنواع سمكة التنين والتي تجتذب فريستها من خلال الضوء الحيوي الذي تتوهج به
بشكل متقطع مع إبقاء فمها مفتوحاً على الدوام، حيث تتميز بضعف عضلات فكيها وبروز الأنياب الحادة التي تكيفت، حيث أصبح الشفافة لا يمكن أن تميزها مع عتمة المحيطات هناك. كما اكتشف الفريق أن هذه الشفافية ناتجة عن مزيج من التدرج المعدني الموجود في هياكل أسنان هذه الأسماك، وهي خلايا صغيرة للغاية من الهيدروكسيباتايت والكولاجين، وهو بروتين معروف في العديد من الأنسجة الضامة. نتابع بعض صور الكاريكاتير التي انتقيناها لكم اليوم من صحف اليوم. برنامج صدى الأقلام هذا اليوم قد انتهى، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير في نفس الموعد إن شاء الله، إلى اللقاء.